بالتأكيد هذه اللعبة جميلة، والأجمل عندما يرى الوالدان أطفالهما وهما بالتأكيد يقفان على قدميهما أو على القدم تحديدا، ويصير هذا الطفل ويستطيع المشي. طبعا المشاية قد تساعد في الوصول إلى هذه اللحظة التي ينتظرها الأطفال، ولدينا ضيف هنا في الأستوديو هو مثالها ومتفاعل راشد ما شاء الله عليه. طبعا سنتحدث اليوم مشاهدينا عن الموضوع الذي تشاهدونه الآن، وراشد هو منشط هذه الفقرة بمعية طبعا الدكتورة راشد نسرين. يود مغادرة الاستوديو من الآن لا بكير عليك طيب الدكتورة طبعا نسرين تنضم إلينا هنا في الأستوديو، نسرين الخطيبة أخصائية الأطفال، للحديث عن موضوع المشاية وأثرها على الأطفال إن كانت إيجابية أو سلبية. صباح الخير دكتورة. صباح الفل، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة. سنتحدث كما قلنا في البداية، الوالدان دائما يسعدان عندما يريان طفلهما وهو يمشي لأول مرة. متى يبدأ الطفل بالمشي؟ امتى بيبدا الطفل بالمشي؟ بتتراوح، مو كل الاطفال راح يمشوا بنفس الوقت، في اطفال بيبدوا بيمشوا بشهر سبعة اشهر، وفي اطفال ممكن ما يمشوا للسنه ونص. كثير ضروري انه زعل راشد اليوم كثير ضروري انه احنا ما نكون كثير اوبسست اباوت انه الولد لازم يمشي. كثير بيجوكي اهل بيقولوا لك ابني صار عمره سنه ولهلا ما بيمشي، اكيد عنده مشكله. اغلب الاوقات ما لها اي مشاكل، هي لها عوامل وراثيه، عوامل كيف الاهل بعطوا الولد الفرصه انه يتحرك، هل الطفل حبي او ما حبي. فمو شرط كل الاطفال انهم يمشوا على السنه، اذا الاهل كثير بحطوا ببالهم انه لازم الولد على السنه يكون ماشي، واذا ما مشي في مشكله وبنبلش تحاليل واشعه، هذا اعتقاد خاطئ. في اطفال كثير للسنه ونص ما بيمشوا ما عندهم اي مشاكل، ففي الغالب الموضوع طبيعي. الافرج هو سنه، بس زي ما قلنا ممكن قبل وممكن بعد. في عوامل اخرى بتساعد على الطفل انه يمشي اسرع. الدراجة لما نيجي نسأل الأهل ليش أنتم بتحطوا الطفل بالدراجة، أول جواب بيجي بيكون أنه الطفل إذا حطناه بالدراجة رح يمشي أسرع. هاي الفكرة بحد ذاتها اعتقاد خاطئ تماما. الدراجة كل الدراسات لقت أنها إذا بتعمل شيء بتأخر مشي الطفل لمدة شهر كامل. نفس الطفل هذا لو سبناه من غير دراجة أو حطناه بالدراجة رح يمشي قبل بشهر، فيعتمد على نفسه في المشي. بالضبط. السبب الأساسي، يعني أنا ليش أنا واحدة من الناس اللي ضد الدراجة أو ضد الكراجة أو المشاية، لأسباب عديدة. المشكلة الأساسية في نظري الطفل أهم شيء أساس يقوى ويمشي أسرع إنه نعطيه الفرصة إنه يتطور جسمه بشكل طبيعي. الطفل المفروض أول شيء يتمكن أنه يقعد ويثبت رأسه، بعدين يأخذ وضعية الحبي، بعدين يحبي. إذا حبي بيمشي بوصل على طاولة أو صوفة بشد حاله بيوقف، إذا وقف بيصير يمشي حوالين الطاولة ويكسب ثقة أكثر، ثقة ووضعية صحيحة. بيسيب الطاولة بيوقف، أنا بقدر أوقف، بحاول بعدين يأخذ الخطوات. كل هاي البروسيس بالدراجة غير موجودة. لكن دكتورة بالنهاية هذه الدراجة وهي مستخدمة على نطاق واسع، وبالتالي نسعى لتقنين هذا الاستخدام، هل هناك وقت معين يجب أن لا يتجاوزه الطفل في هذه الدراجة؟ أول شيء مش لازم نستخدمها أبداً قبل ما نتأكد أن وضعية الطفل سليمة وبقدر يوقف بشكل سليم. لو لاحظنا الطفل راشد اللي كان هلأ عندنا، لما كان في الدراجة كيف كان واقف؟ كان مرتكز على حوضه ومايل للأمام وبيمشي على أطراف أصابعه، متنية وعلى أطراف أصابعه. هاي كلها وضعية غير سليمة، أنت ما بدك الطفل يمشي بهاي الطريقة. فإذا أنت حطيته عليها قبل ما هو يتعلم أنه يوقف بشكل مستقيم راح تسبب مشاكل حتى في هيكله في جسمه. يعني ما أبعد عنك أنه في عندي أطفال بيجوني عمرهم سنتين وثلاثة لحد الآن بيمشوا على أطراف أصابعهم. زي ما حضرتك قلت انه هي مستخدمه واغلب الناس بتستخدمها، فبقول لك انا استخدمتها مع ثلاث اولاد ما صارت مشكله. بس هي ساعه وساعتين في اليوم؟ انا لو علي صراحه ما بنصح فيها على الاطلاق. بس اذا بدك يعني اعطيك الجانب الاخر واعطيك سنتعرف عليه الدكتوره نسرين الخطيب اخصائيه الاطفال على عجاله. تعرفنا على هذه المعلومات
ووصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية هذا اللقاء الصباحي، وبالتأكيد غدا سيتجدد. إلى اللقاء.